المملكة العربية السعودية تحديدا بجانب دول المملكة العربية الخليجية عليها إقبال كبير من قبل الأعمال الأجنبية. طبعا في السنوات الأخيرة طبعا نحن من عام 1930 تم تحديث نظام مكافحة الإتجار بالبشر، وهذا يضمن مسائل حقوقية عديدة تتوقع يعني منظمة ما تطلبه منظمة العمل الدولية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى هناك حزمة إجراءات يعني تم اتخاذها خلال العامين الماضية، ربما يمكن مؤخرا بدأنا نجني ثمارها بشكل جيد.